السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. النهاردة هنشوف أسعار برجر كينج في مطار دومو ديدوبا في موسكو، أسعارها إيه والفرق بينها وبين أسعارها في بلادنا أو في تركيا أو غيره. هنجرب إن إحنا السبوي. تمام، نبدأ نشوف البرجرات. دي الإضافات نزلت. نرجع، خلينا النوينكي. البرجر ده 419 بولبول او روبل، وهنا تشيكن كينج 400 روبل، وده 360 روبل اللي هو شريمب كينج جمبري، وهنا شريمب فوبر او فوبير 400. يعني تقريبا الاسعار هي 400 روبل 450. ودي سلطة سيزر طبعا، وهنا كينج بوكيت 1100. الحاجات دي حجمها كبيرة، نشوف فيها كم قطعة. اتنين ونص جرام ده الدهون، 8 جرام البيوتي. ده شوية معلومات عن الأكل، بس حجمه والحاجات دي يمكن مش مكتوب. 630 كيلو جول ولا كالوري، معرفش. نشوف الباقي. نشوف الكريفيتكي أو الجمبري بأقل من 400 روبل، بس أكيد ده ساندوتش صغير. شيمب فوبر نفس الحاجات اللي احنا شفناها. برجر اسكافاديني، البيف فوبر، فوبر السيرم بالجبنة، وابر او ووبر، دفاينوي فوبر، ستايك هاوس، ستيك هاوس، كله 365 بول بول. فوبر 471، 451، 419، سيرني جو، بيكونايزر. يعني ارخص حاجة ب 129 روبل. 129 روبل دي بقى تعمل اقل من 2 دولار، يعني تعمل دولار و6 من 10، دولار و7 من 10 حاجة كده. نشوف الزاكوسكي، كينج بوكيت، تشيك ميكس، كينج ناجتس بول. ده خيار ناس كتيرة بتختاره على فكرة، 300 روبل. هنا كينج بوكيت، دي اسمها بوكيت يعني اللي بتلاقيها بالشكل ده، ب 620 روبل، يعني دي اقل من 10 دولار، يمكن 9 ولا 8 ونص. دي حاجات جانبية غير الساندويتشات. نشوف الكوريتسا والريبا، ده البرجر اللي هو بالسمك وبالفراخ، الدجاج تشيكن كينج XXL شفناه قبل كده، ده ب 310، ده ب 350 روبل. نوريكم شكلهم. لونج تشيكن، هو في كاروتك تشيكن يعني تشيكن طويلة وتشيكن قصيرة، فيش كينج. وانا الصوصات بقى، في رولي، مشفناش الرولات دي، الرولي الموجودة 145 160. الرولي ده يعني زي الشاورما كده، حاجات رخيصة تعتبر نسبيا لان حجمها برضو صغير. الصوصات طبعا باسعار المفروض رخيصة، 40 روبل وحاجات كده. البطاطس فري، كينج فري بول، 165 145، اسعاره برضو معقولة رغم ان احنا في المطار. ونشوف بقى ايه المشروبات الباردة، وفي المشروبات الساخنة. في حاجة تاني لسه، في حاجة تاني، السلطات. هما سلطتين بس، سلطة سيزر وسلطة سيزر بس معاها جمبري. الفرق دي 450 دي اللي بالجمبري، وسلطة سيزر ب 400 ب 240 بول بول او روبي.
تمام، نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.